واقفين هنا ولقينا حاجة ضربت هناك هنا زي طبقة كده اهو عند باباك السديد كده ما بين عربيتين ملاك. هما بيجربوا الحاجة دي. مين بيجربها؟ الله أعلم بقى. تمام. مين بيجربها الله أعلم. تمام. ما شفتش حد باين. تمام. هما زي ما تقول بيجربوها، كان فيها كم مسمار بورما كده وكم مسمار اتمطر على الأسفلت. اه. ما عرفوش حد. تمام. بس هو ده كله حصل. بعد كده طلعوا بتوع اسم تاني. اه. عملوا شغلهم برضه وظبطوا الكلام، مسكوا الرئيسة ومشوا بعد كده. تمام. الناس لقوا امبارح هنا الامناء هنا والفراش لقوا بتاع عباره عن بومبا كبيره كده فيها بارود وفيها مسامير. تمام. بس جت الخبراء المفرقعات مش عارف ايه وخدوا البواب اللي هنا ده. تمام. وخدوا الفراش المدرسه يحتجوهم بس الحمد لله مفيش حاجه فرقعت يعني. يعني كان الموضوع بسيط. اه هي بسيط، ده البومب ده زي اللي بتمشي في خناقات كده يعني. انت عندنا يعني يا ريت مفيش عربيات تدخل من دول عشان دي برضه مدارس وفيها عيال صغيره الكلام ده. العربيات دي هي بتعمل ساتر اللي عايز يعمل اي حاجه. لو واحد مثلا بياكل عيش او شغاله او كده هو قاعد في المكان مخلي باله، انما ده بيجي اي واحد بيجي يرميها ويروح سايبها وماشي. بيجي بتبقى ساتر بقى الواحد عايز يعمل حاجه، واحد عايز يحط حاجه. لقيت مفيش عربيات تدخل هنا خالص. تمام. احنا نفسنا هنعمل حديد هنا قدامنا عشان مفيش عربيه تدخل قدامنا.